لطالما لفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأنظار في الصحافة العربية والأجنبية، ومن المعروف أن حياة الملوك والأمراء غالباً ما تكون فيها رفاهية العالية والثراء الفاحش مما يدفعهم إلى الارتباط بأكثر من امرأة. وكان هذا السؤال الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ تولي بن سلمان ولاية العهد، والذي يتمحور حول عدد زوجاته. مسار الليل أطراف النجوم ومن ضحوك الفجر ليل. وفي التفاصيل، تزوج ولي العهد السعودي البالغ من العمر 37 عاما تقريبا من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز منذ عام 2008، وهي الزوجة الأولى والوحيدة له، حيث كان قد أكد أنها زوجة واحدة فقط لغيرها، وقد أنجب منها 4 من الأبناء وهم نورة وسلمان وفهدة ومشهور. ما تعتي لي راية الأوطان ولا ترتفع قيمة الإنسان. على الصعيد الشخصي، تعد زوجة بن سلمان من أكثر الشخصيات النسائية التي تلفت الأنظار بأخبارها وصورها، حيث ينسب لها الكثير من الصور وتكون مغلوطة، إذ إنها لا تظهر في العلن إلا نادراً، وحتى في الأعلام والمناسبات الاجتماعية تكون لها أدوار عديدة خلف الكواليس، لكنها لا تحب الظهور أمام الكاميرات وعلى المحطات التلفزيونية، على عكس الملكة رانيا من الأردن والشيخة موزة في قطر. سارة هي ابنة عم ولي العهد، وكان قد أكد بن سلمان أن قرار عدم ظهورها علناً يعود إليها، حيث أشار في مقابلة عام 2018 قائلاً: لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جداً على أن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بموقعي ومنصب اليوم، وأنا أريد أن أحافظ على أن يعيش أبنائي في حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء. زوجتي تريد أيضاً هذا، وذلك بحسب ما ذكر موقع الفن. هذا ويحرص بن سلمان بشكل دائم على إبعاد أسرته وعائلته عن وسائل الإعلام، وهذا من باب الحفاظ على خصوصية العائلة، وكان قد أكد لكثير من المصادر أنه يعيش مع أسرته وعائلته بشكل طبيعي، حيث يمارس دور الأب بالجلوس مع أبنائه وتفقدهم وتعزيز القيم الجميلة بداخلهم، لافتا إلى أن العلاقة التي تجمعه بأم أولاده قائمة على الحب والاحترام، وأنه لا توجد أي خلافات تذكر بينهم.